بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا. اللي احنا شايفينها دي يا جماعة قطعة مهمة جدا، أهم يعني طب يعني الجهاز اللي هتركب فيه زي الأفران زي المكوة زي أي جهاز حراري عايزين نظبط بيه الحرارة لازم الثيرموستات. زي ما احنا شايفين دي الثيرموستات بتاعت فرن يا جماعة، فيه هنا طرفي التثبيت، ده الأكس أهو، دول الطرفين بتوع التوصيل، ده وده، ده اللي بنوصل لهم الكهرباء، دول بتاع التثبيت، وفي المكوة بنثبت من هنا كده، نحط مسمار ونثبته. دي الكتير منها 10 أمبير، 260 فولت، 250 فولت، دي اللي انا جبتها دي 12 امبير 250 260 فولت. طبعا كل ما يكون امبيرها اكتر كل ما تستحمل مرور التيار فيها. ده الطرف وده الطرف، دي ثيرموستات حراريه زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، اهو في طرفين هنا، طرف دول طرفين الكهرباء اللي بنوصل لهم اللي هم بتوع المفتاح، دي تعتبر مفتاح حراري، يعني بيعتمد في فتحها وقفلها على درجة الحرارة اللي احنا ظبطنا عليها. نظبطها على درجة حرارة معينة بالاكس ده او بالاكرة دي كده، نلاقيها تبقى هي دي ثابتة، ولكن عند يعني اول ما توصل لدرجة الحرارة المظبوط عليها، في هنا يا جماعة اهم نقطتين نحاس اهم، اودي شريحة اودي شريحة بيلمسوا في بعض عشان تشتغل. لو وصلت لدرجة الحرارة اللي احنا ظبطنا عليها بيبعدوا عن بعض. نحاول نشوفها كده يا جماعة، اهو بصوا كده، اهو كده يا جماعة، كده فاصلة، كده وصلت اهي، كده وصلت يا جماعة، الاتنين دول بيجوا مع بعض. طب نختبرها ازاي دي؟ الاختبار بتاعها عشان نتأكد من سلامتها، اولا نختبر ان هي بتوصل، فهجيب كده على وضع ان هي بتشتغل يعني، بس مش نهائي. هقول لكم ليه. اهو يا جماعه كده بصوا، نوصل الطرفين كده بالافوميتر على وضع البذر كده شغاله، نيجي كده نفتحها او نخليها يعني نقفلها، يعني نفتح التوصيل بتاعها اهو، ما ادتنيش قوم ولا حاجه. فلازم اول ما نحرك الاكس ده الجزئين دولك اللي هم اللي بنقول عليهم اللباد او الحتتين الشريحتين دولك يلمسوا في بعض، لازم يفتحوا يلمسوا ويفردوا، ما عملوش الحكايه دي فمثلا كده يبقى بايظه. ان احيانا يا جماعه النقطتين دولك مع الشغل بيروحوا لحمين في بعض، تحصل شراره، الحراره دي بتسيح مثلا الحديد او النحاس، تروح مخلاه يكني ماده لحام لزقتهم في بعض، فتفضل شغال على طول. ولو انا شفت طبعا في بعضنا هيفرح يقول لك ده الفرن بقى شديد نار كده، هيحرق الهيترات، لان كده مش هيظبط الحراره، هيفضل ايه يرتفع درجه حرارته لحد ما يبوظ الهيترات ويسيحها او يفصلها من الداخل. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، دي او ده هيتر اتعرض لدرجه حراره عاليه اتعوج، والناحيه الثانيه او اللي هي قصاده فصلت، فطبعا لما فصلت ده ما فصلش، فيعتبر ده زي ما تقولوا كده ده فيوز للثاني. طبعا ده ممكن لو ما قاستش بين الطرفين دول يا جماعه، دي ودي، يبقى كده دي بايظه، بس لازم نحرك ايه الايه الاكس ده، او انها تلمس كده ما قامتش، هم ما تقومش بدورها. في عطل تالت ده مهم، ان هي بعد مثلا تقعد دقيقتين وتفصل، ما تجيبش درجة الحرارة انا بظبطها والفرن ايه الفرن هابط، يعني درجة حرارته هابطة او قليلة مش عاجباني خالص. طبعا كده يبقى كده يعني تلفت، وممكن ظبطها اهو يا جماعة. في هنا مسمار داخل الاكس ده كده اهو، ده عايز مفك ساعاتي، ونحاول نظبط الحرارة شوية بواسطة المفتاح، سواء نزودها أو نقللها ونجرب، نزود ونقلل خطوة صغيرة كده يا جماعة ونجرب لحد ما نصل لإيه
درجة الحرارة اللي احنا راضيين عنها. طبعا انا شارح دي في فيديوهات كتيرة، اللي عايز يشوفها بالظبط يلجأ لها. في حاجة تانية ممكن ايه اللي هو ايه، يعني زي ما قلت يفصل ويفصل، يعني يشتغل شوية ويفصل. في برضه تفصل تفضل تلف فيه ثابت على وضعه، لا بيسخن ولا بيعمل. ده زي ما قلنا الجزئين دول الشريحتين لازقين في بعض او قافشين في بعض. ارجو ان اكون وضحت الفكره دي. على فكره تمنها دلوقتي بقت 30 جنيه، كانت من فتره ب 15 وب 25 ووصلت ل 30. بس يا جماعه كل الثرموستات من دي ليها شكل ووضع في التثبيت في الفرن اللي عندك، فلازم تاخدها معاك وانت بتغيرها عشان نشوف انت هتركبها ازاي. هل هتركبها زي دول كده ولا ليها اطراف تانية او اوضاع تانية ومسامير تانية؟ ارجو ان اكون وضحت الفكرة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.